التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يسجل أرقاماً مبشرة لمتبرعين مؤمنين بأهمية هذه الخطوة من أجل إنقاذ حياة مريض وإعادة رسم السعادة إليه بعد معاناة مع المرض. هذا ما كشفت عنه الندوة التعريفية لزراعة الأعضاء والتبرع بها بعد الوفاة بمحافظة جنوب الباطنة، والتي تنظمها وزارة الصحة لغرس ثقافة التبرع بالأعضاء بين أفراد المجتمع. تطبيق شفاء الذي يعني أصدرته وزارة الصحة يتيح الرغبة للعمانيين والمقيمين بالتعبير عن رغبتهم والإيصال بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة. كان عدد المسجلين أثناء تدشين الحملة في نهاية العام الماضي 7000 شخص، أما الآن ظل أعداد المسجلين أكثر من 9000 شخص بعد تدشين حملة. والإنسان الحي ممكن أن يتبرع بأمان بإحدى كليتيها وجزء من كبده لإنقاذ حياة شخص مريض الفشل العضوي، أما الشخص بعد الوفاة فيمكن أن ينقذ حياة 8 أشخاص. أيضا من خلال هذه الحملة نريد أن نوجه رسالة للمجتمع بخطورة التوجه إلى الأسواق السوداء، لا سيما أن هذه الأسواق يعني تدار من قبل جهات غير مهنية، تجرى هذه العمليات في أماكن غير معتمدة. سرد البعض تجربته في التبرع بأعضائه بمأمونية ووسط متابعة دقيقة من الفرق الطبية المشرفة، وأجاز الشرع نقل الأعضاء بعد الوفاة إنقاذا لحياة من يرزح تحت المعاناة المزمنة، ليصل مضمون هذه الندوة للحضور بكل شفافية. أنا تبرأت لوالدتي بالكلى وحاولت أقوم بالواجب اتجاهها، والحمد لله كملت 10 شهور بعد التبرع وما في مضاعفات وما في أي مشاكل عندي، وأنا داوم أدرس في الكلية وأرجع البيت وكل شيء تمام الحمد لله. والتبرع مفيد لإنقاذ الأشخاص والناس. الندوة ركزت في محاورها على ضرورة غرس ثقافة التبرع بالأعضاء، حيث تم التطرق إلى ارتفاع حالات الفشل الكلوي والتليف الكبدي وأمراض القلب وغيرها التي تتطلب زراعة لها من أشخاص أصحاء يبادرون في التبرع بها كصدقة جارية، وتحقيقا لمبدأ المسؤولية الإنسانية والتكافل الاجتماعي. تطبيق شفاء النافذة التي تمكن الراغبين من التبرع بأعضائهم بعد الوفاة في تسجيل أسمائهم كواجب إنساني لإنقاذ حياة المرضى، والتي أقرها الشرع وأطرها القانون. عبد الله بن عامر الويهي، ولاية الرستاق، محافظة جنوب الباطنة.